انطلاقا مما ينص عليه الدستور المغربي ومختلف. اليوم كنحتفلوا بمبدعات في دورتها الثانيه في ظل احتفالات باليوم لحقوق المرأة على الصعيد يعني اليوم الدولي لحقوق المرأة. بالطبع هذا اليوم إلا هو رمز، لأن النضال من أجل حقوق المرأة هو نضال مستمر، وهذا النضال كاين بالطبع الجانب الثقافي والاجتماعي، وكنعتبروا بأن في المجال الثقافي لابد أن نعطيو فرصة للنساء والشابات باش يعبروا على قدراتهم الثقافية، وفي ظل حتى الاستراتيجية ديال الوزارة ديال اللي مبنية على يعني تقوية المجال ديال الصناعة الثقافية وخلق واحد السوق للمجال الثقافي، إلا وأن المرأة والشابة عندها واحد الدور أساسي. فاليوم نحن يعني غنحتفلوا غنعطيو الجائزات للشابات اللي نجحوا في هذا المسار الفني والثقافي. اليوم هذا اليوم إلا وهو يعني كتذكرنا بالحقوق المرأة، المسار أو النضال من أجل المرأة هو نضال مستمر الحمد لله في المغرب، في إطار يعني توجيهات سامية ديال سيدنا الله ينصرو، مجموعة ديال الأشياء تغيرات وتبدلات منذ 20 سنة، مازال بالطبع مجموعة ديال القضايا مستمرة، ومازال مجموعة ديال الأشياء كنحاولوا حنايا نفعلوها في إطار يعني الرؤية الملكية، بما فيهم بالطبع تحرير الطاقة الثقافية للمرأة المغربية. الإعلان عن جائزة مبدعات جي بارتيسيبي في لا كاتيغوري العزف على الآلة، والحمد لله جي رومبورتي لو بروميي بري. نبغي نشكر المينيستير دو لا كولتور اي دو لا جونيس اي دو لا كومونيكاسيون بور سيت بون انيشياتيف. و à cette occasion, je voudrais rendre hommage aux femmes en général et aux femmes marocaines en particulier. ومزيد من التألق والإبداع إن شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.